بسام الدين لعلى فنان ورسام تشكيلي عصامي ابن مدينة القنطرة ولاية بسكرة. اكتشف موهبته الفنية بورشة والده الذي كان يعمل رساما ومزخرفا على الخزف. فنان تشكيلي مدينة القنطرة ولاية بسكرة. البداية تاعي كانت من ورشة الوالد اللي هو رسام ومزخرف على الخزف. تعلمت منه أبجديات الألوان والرسم، وكملت يعني مع الوقت نمات الموهبة تاعي، وتعلمت أشياء كثيرة من فنانين كبار. شارك حسام في العديد من المعارض الوطنية وحتى الدولية، ومنها المعارض الفردية، أين احتك بفنانين تشكيليين في المعارض الوطنية ليكتسب الخبرة. اللي خلاتني نزيد نحتك معهم أكثر في المعارض، معارض الوطنية وصالونات الوطنية، اللي زادت أعطتني خبرة أكثر في الميدان. أول معرض لي كان في دار الثقافة لولاية بسكرة، اللي هو كان معرض فردي خاص بي. كان فيه لوحات بتقنيتين، تقنية الأكوار الألوانية وتقنية الألوان الزيتية، اللي كان بعده معرض فردي آخر كان في المكتبة العمومية للمطالعة لولاية بسكرة. كان فيه مشاركة ثانية دولية في القاهرة في مصر. ثاني شاركت في صالونات وطنية على غرار صالون الملتقى الوطني في ولاية بومرداس وصالون وطني في ولاية قالما. شاركت أيضا في معرض الفنانين العصاميين الذي أقيم في رواق باية في قصر الثقافة. كشك الفن مشروع حسام الذي يتواجد بالقرب من الجسر الروماني بالقنطرة، جعل منه رواقا لزوار المنطقة من داخل وخارج الوطن. اتخذ من الطبيعة مرسما له تبدع عريشته في رسم أجمل الأعمال. بعد مشوار هذا الطويل يعني في الصالونات والمعارض سواء الفردية أو الجماعية، خممت أني نقدم الحاجة للمدينة تاعي اللي هي القنطرة. المدينة تاعي معروف تاريخ تاعها يعني في المجال الفني، فاتوا فنانين كبار من هنا، فنانين مستشرقين خلوا أعمال للتاريخ. إذن مدام هي قطب، خممت أني ندير ورشات وطنية ونستقطب فنانين جزائريين مهتمين يعني بالفترة الاستشراقية وحابين يخدموا أعمال على مدينة القنطرة. التظاهرة هذه جاءت بعنوان الورشات الوطنية للفنون التشكيلية تحت شعار القنطرة بعيون دافئة، كانت من تنظيم المنظمة الجزائرية للتراث والسياحة والصناعات التقليدية المكتب البلدي القنطرة، اللي كان فيها برنامج غني جدا يعني ضمن حفل افتتاح ومعرض اللوحات الفنانين المشاركين، تضمن ورشة الأطفال الصغار. ثاني يوم كان فيه ورشة للفنانين اللي جاونا هنا وخلونا أعمال يعني حتبقى للتاريخ. بعد تظاهرة هذه يعني جد فيه أفكار يعني حبينا نزيد ومدوا إضافات في النشاطات الثقافية. فيه مشاريع مستقبلية، فيه أفكار نحاولوا نجسدوها يعني أرض الواقع. مثلا استحداث متحف اللوحات الزيتية يشاركوا فيه فنانين من ربوع الوطن. نطرحوا ثاني فكرة لإقامة إبداعية، يجوا فنانين يحبوا يخدموا هنا على القنطرة، لازم يكون على الأقل يكون عندهم إقامة هنا للفنانين. هذه مشاريع يعني مازال يعني ما درسناهاش مليح وراح نطرحوها ان شاء الله على السلطات. اما بالنسبه للتظاهره هذه اللي خدمناها مؤخرا الورشات الوطنيه للفنون التشكيليه، نقترحوا يعني اذا لقينا الدعم نقترحوا انه تكون هذه طبعه اولى ويجوا من وراها طبعات اخرى ان شاء الله. نقدم يعني ندائي ونطلب من السلطات انه يتبناوا مثل هذه النشاطات والتظاهرات، مثل التظاهره اللي قمنا بها مؤخرا، حتى تكون يعني فيه طبعات اخرى وتكون عاده يعني تقام كل سنه لاثراء المجال الثقافي في مدينه القنطره. كي نحكيوا على الفن التشكيلي
مدينة القنطرة تمتاز بالمناظر تاعها، هي يعني المناظر الطبيعية الخلابة هذه مصدر إلهام تاعي في اللوحات اللي راني نخدم. بالنسبة للسياحة الوقت هذا اللي رانا فيه تاع رأس السنة يعني يكون إقبال كبير على الناس تجي تكتشف المناظر هذه والجمال المنطقة. نشكر قناة الأنوان اللي قامت بهذا الروبورتاج وراهي سند للفنانين. حسام الدين العلا كغيره من الفنانين الشباب الطموح الذي ينتظر التفاتة ودعم من قبل السلطات المعنية.